ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد وفلوج جديد. النهارده قررت اشارككم يومي، مش ازاي اوريكم ايه اللي حصل في اليوم ورحنا فين. ولكن قبل ما نبدا الفيديو، لو انتوا اول مره تشوفوني وتتابعوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه بالضغط على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجودين تحت اسفل الفيديو، كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا. يومنا بدا في المعادي بالظبط شارع النصر. كنا جعانين جدا، ما كناش فطرانين، وحاولنا على قد ما نقدر ننزل متاخر لان الجو كان حر جدا. وعامه انا ما ببقاش متحمسه خالص لخروجات الصيف بسبب الحراره الشديده. فبدأنا يومنا في المعادي، نازلين متأخر، كنا جعانين وقررنا نروح على هارت أتاك. هنا كنا وصلنا المكان. خلوني أخذكم جولة سريعة في المكان، وكمان أوريكم الأسعار وأوريكم الأكل اللي طلبناه. فيلا بينا نكمل. خلوني أوريكم المكان من الداخل عامل إزاي. قررنا نطلع نقعد في الدور اللي فوق، وقعدنا جنب الفيو القمر ده. وهنا كنا طلبنا المنيو. خلوني اخدكم جولة سريعة مع الاسعار. للاسف نافورة الجبنة ما كانتش متوفرة في المكان، كمان السبايسي في الساندوتشات برضو ما كانش متوفر. كان ما شاء الله كان عليه سحب كبير، فللأسف كان فيه اكتر من حاجة مش متوفرة، لكن في الاخر استقرينا على الاوردر وكنا قاعدين في انتظاره. خلوني اخدكم فلاش باك للمنيو مرة تانية عشان اقول لكم ان الاسعار فيه كانت مناسبة جدا، كمان كمية الاكل كانت رهيبة وتشبع جدا. ففعلا عجبني جدا جدا المنيو، عجبني الاكل والاسعار. فيلا عشان تشوفوا ده بنفسكم. وهنا كان لازم اختم وجودي في المطعم بصورة زي دي. وهنا نزلنا، كنا في طريقنا الكورتيارد. للي ما يعرفوش، هو مكان في المعادي في مجموعة من المطاعم والكافيهات، نزلنا نقعد فيه شوية. وهنا عالية بنت اختي قررت تسلم عليكم. فضلنا نتمشى شوية في الشوارع، الاجواء كانت لذيذة جدا وكنا قريبين خالص من المكان. وهنا كنا وصلنا كورتيارد، المكان كان حلو جدا، كان في اكتر من كافيه ومطعم. كمان كان في ديكورات واضاءات لذيذه جدا وميوزك هاديه. واول حاجه ولاد اخواتي داخلين عليها هي الالعاب، وطبعا رحنا الاول نشوف الالعاب فين مكانها. كمان قررت اخد لكم شط سريع من فوق والديكورات الموجوده في المكان قد ايه كانت حلوه. وطبعا لما لقينا سينابون في المكان ما ترددناش خالص اننا نجيب ايس كريم. وبكده يكون يومنا خلص. وفيديو النهاردة انا رشحت لكم اكتر من مكان، كان منهم مطعم هارت اتاك، بنصحكم تروحوه، فعلا الاكل فيه كان طعم حلو جدا، الكمية مناسبة والسعر مناسب. كمان رحنا كورتيارد، لو انتوا قريبين من المعادي روحوا، مكان لذيذ، في اكتر من مطعم وكافيه تقدروا برضو تقعدوا تنبسطوا فيهم سواء كنتوا عيلة كاملة او صحاب. روحوا الاماكن دي بجد هتنبسطوا جدا وهتقضوا وقت. كان فيديو النهاردة كان فلوج خفيف وسريع. لو انتوا اول مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة بالضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا اشعار باي فيديو جديد ينزل على القناة، وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايك والشير، وتشاركوني برأيكم تحت في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.